السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش اخباركم؟ نتمنى الفيديو ديال اليوم يلقاكم بخير وعلى خير وتكونوا في احسن وفي افضل الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم واحد البسكوي اللي هو معروف مالح وعزيز على الصغير والكبير. كيجي زوين وكيجي رائع وتماما بحال اللي كنشريو في المحلات. فخليكم معايا نشارك معكم المقادير وطريقة التحضير. فعلى بركة الله عندي هنا جوج ديال البيضات، ربعة الفرماجات مربعين، عندي معلقة كبيرة ديال الملح، 100 غرام الزبدة تكون بحرارة المطبخ، عندي كاس لاروب ديال زيت نباتي، جوج معلقة كبار ديال لاموطارد، معلقة كبيرة ديال خمارة الحلويات، وجوج معلقة كبار ديال نشا الذرة، والدقيق اللي تيبقى دائما حسب الخليط. بالنسبه للطريقه، غدا نخلط البيض مع الفرماج مع الزبده، يعني كندير كاع المكونات. بغيتوا تطربوهم هكا بالطراب اليدوي او لا ممكن انكم ديروهم في الطراب الكهربائي. كنضيف الملحه، كاس لاروب ديال زيت المائده، صافي. غنحاول نمعك مزيان ونخلط هذا الخليط حتى كيتمازج لينا ونكملو. من بعد ملي كنخلطوه مزيان كنضيفو جوج معالق كبار ديال لاموطارد، ونضيفو الخمارات، ودقيق النشا، صافي. ونخلط مرة أخرى. وهنا غنبدا نضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنخلط حتى نحصل على واحد العجين اللي تيكون رطب، كيكون بحال عجين ديال الصابلي. هانتوما معايا تشوفوا الفيديو. من بعد غنرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق وغنسرح العجين ديالي على هذا الشكل، خصو يكون رقيق. صافي، من بعد غناخد واحد الشوكة وغنحاول نتكها كاملة كيف هو واضح عندكم في الفيديو.
من بعد غناخد اي مرشم عندكم، يعني ممكن ديروا الشكل اللي بغيتوا، وغنستمر بحال هكا حتى نكمل العجين كامل اللي عندي. وما فيها باس الا معكم الوليدات الصغار تعطيوهم حتى هما يجربوا ويتلاهوا معكم في تقطاع ديال البسكوي ديالنا. ومن بعد غنبدا نهزهم ونحطهم في واحد اللاطه اللي ضروري تكونوا مفرشين ليها بابي سلفيريزي، والفران اكيد راني شاعلاه على درجه حراره 180. وصافي كيف كتشوفوا الشكل اللي غدا نكملو، غدا نديرو في الصينية ديال الفرن وغدا نديرو يطيب ونكمل معاكم. فبالنسبة للمقادير اللي عطيتكم فراها كتخرج يعني كمية كثيرة شوية، يعني اللي تقدروا تديروا فيها شحال من شكل على حسب كل واحد والشكل اللي بغى. وهنا من بعد ما كنطيب الاشكال كامله اللي صيبنا كنخليوها حتى كتبرد، وكنرشوا عليها القليل من الملح من الفوق. وهذا الشكل النهائي ديال البسكوي ديالنا، صدقوني انه تيجي رائع وتماما بحال هذاك اللي تنشريو. يعني الا كنتو من عشاق داك البسكوي المالح فاكيد اكيد غادي يعجبكم، وحتى الوليدات راه تيعجبهم بزاف بزاف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وبحال ديما ما تنسوناش تعطونا الراي ديالكم في لي كومونتير، وما تنسوناش بلي جيم ديالكم وبالبارطاج مع الاحباب والاصحاب. نتمنى ما نكونش طولت عليكم ونكون خفيفه على قلوبكم. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.